انا اصلا ما بشربش، لعلمك انا واخده الكاس ده بس عشان خاطرك انت. يعني عندك الخمره دي كلها وما بتشربيش؟ انا طول عمري كده اعزم بالسجاير وما دخنش، اعزم بالخمره وما اشربش. يعني ما عندكيش مزاج لاي حاجه؟ لا عندي طبعا شغل. برافو عليكي والله. افتكر بقى نقوم نشوف شغلنا قبل ما راسي تلف. انت ليه مستعجل كده؟ لعلمك انا عندي اصناف تانية تجنن. مش مشكلة خليها بعد الشغل. مصمم يعني؟ طيب اتفضل. انا بتهيألي انت شفت الهول كله، ها؟ ودي السفرة. مالك واقف متنح كده ليه؟ ها؟ هتعمل هنا ايه بقى؟ هو هنا محتاج بالظبط 3 سماعات ستيريو. كويس، تعالى بقى افرجك فوق. يلا. تعالى اتفرج. هفرجك الاول على اوضه النوم بتاعتي. النوم بتاعتي صغنونة كده محدقة على قدي. ايه ده، هو حضرتك مش متجوزة؟ للأسف متجوزة. للأسف؟ للأسف ليه؟ يعني كأني متجوزة ومش متجوزة. يعني ايه؟ جوزي طول الوقت مسافر، رايح هنا ورايح هنا وسايبني. الناس كلها دلوقتي بقت كده، حتى أنا كمان والدي يا إما مشغول يا إما مسافر. عرفت بقى هتحط لي السماعات فين؟ تمام. طيب يلا بقى افرجك على بقية البيت. يلا. ايه ده؟ معقول يا زيزي؟ نايمة لحد دلوقتي يا حبيبتي؟ تعبانة، تعبانة قوي يا طنط. تعبانة ايه وبتاع ايه؟ ما عرفتكش، تعالى. دي زيزي بنت اختي، بتدرس زيك في الجامعة الأمريكية. قال ايه يا سيدي جايه هنا تقعد 3-4 ايام عشان تعرف تذاكر. تذاكر ايه؟ الدراسه لسه ما ابتدتش. ما هي عندها ملحق. يوبا يا طنط، هو انت كل شويه كده تكسفيني بالملحق ده حتى قدام الناس؟ يا عكروته، قولي بقى انت شاطر ولا زيها في جايه بتجيب ملاحق؟ يعني تبقى زيها. شفتي بقى، عشان تعرفي ان انا بس مش لوحدي كده، في ناس كتير زي. ماشي يا ست. تليفون عشان حضرتك يا هاني. طيب يا نعيمه، انا جايه حالا. برغم حسابك وحضرتك على التليفون وجايه تعطل يا حبيبتي. هو انت بقى اسمك ابراهيم؟ تمام. ايه مش عاجبك؟ ايه في ايه؟ انت خدت على خاطرك مني ولا ايه؟ بس يعني كان المفروض يسموك هيثم، تامر، وائل، الاسماء الحلوه دي. مش يسموك ابراهيم. اعمل ايه بقى، حظي كده. على لو مش عاجبك نغيره. حلوه قوي نغيره دي. طب اقعد واقف ليه؟ بس انا الحقيقه جاي في شغل. شغل ايه ده؟ طب قرب هنا جنبي. احسن خالتك تيجي تلاقينا قاعدين مع بعض كده تتضايق ولا حاجه. لا اطمن، خالتي بقى دي سبور سبور قوي. ما تقرب هنا يا ننوس. نعم ننوس. مش احسن ما اقول لك يا ابراهيم؟ اصلي بصراحه كده شايفاك ننوس، ننوس قوي. طب ما انت كمان ننوسه. انت شايف كده زي ما انت شايفاني بالظبط. طيب ايه بقى الشغل اللي انت جاي علشانه ده يا ننوس؟ كده يا حبيبي تروح وتتعشى في بيت عدوتي؟ ده انت ابني الوحيد اللي مليش غيرك. تروح تتعشى عند اللي خطفت ابوك مني؟ ما كانش العشم يا فتحي. في ايه يا ام؟ انت مكبره الموضوع كده ليه؟ وبعدين هو انا رحت اتعشيت عند حد غريب؟ ما هو بيت ابويا برضه. ايه؟ بيت ابوك؟ خلاص يا واد، بتسمي بيت نازك بيت ابوك؟ امال ده يبقى بيت مين يا ابني؟ بص عليك وعلى البطن اللي شالتك يا شبت العدوين فيك يا بهيجة. يما يما اهدي بقى، مش كده.
وبعدين بصراحة الحاج هو اللي أصر إن أروح أقعد أتعشى معاه عشان نتكلم في الشغل، وأنت عارفة الحاج لما بيصر على حاجة لازم تتنفذ. يا أختي وكمان يا واد قاعد أنت وأبوك في بيت نازك تتكلموا قدامها في الشغل، يا خيابك. هيا يا واد تعرف حاجة عن شغلك أنت وأبوك؟ ما تخافيش يا أم ما تخافيش، هي ما كانتش فاهمة إحنا قاعدين بنرغي في إيه، كل اللي كانت فاهماه اللي إحنا قاعدين بنتكلم في شغل المصنع. لا فالح وناصح طالع فالح قوي. انت ما تعرفش نازك دي، انا بس اللي عارفاها وطول عمري بقول عليها قرشانه وميه من تحت تب. انت فاكر يا واد لما اجبرتك واصرت ان تشغل الواد المنيل جوز بنتها عندك وانت بخفتك ما فتحتش بقك ولا قدرت تقول تلت التلاته كام؟ لا يا اما بقى معلش، اولا اللي قال اشغل الواد محسن هو الحاج بنفسه، ثانيا انا كنت محتاج حد يشتغل الشغلانه دي فقلت ليه لا، الواد محسن اولى. يا واد يا واد ده ابوك ما كانش بيطيقه. وبعدين معاكي بقى يا اما، وبعدين حتى لو ما كانش بيطيقه شغلانتنا دي ما فيهاش عواطف. عواطف؟ لو انت يا واد جبت واحده اسمها عواطف ومشيتوها ما ده هي اللي يكون ابوك اتجوزها. الله يجازي شطانك يا امه. الله يجازي شطانك يا امه. كده يا فتحي كده بتتمهلس علي يا حبيبي، كتر الف خيرك كده نوري. قالوا لما خلفتك بهيجة جابت الولد، ابراهيم العقاد كل خلفته بنات، بهيجة بقت فرخة بكشك عند ابراهيم عشان الواد. كانت الحزينه تفرح ما لقيتهاش مطرح. خلاص خلاص يا اما بقى عشان خاطري خلاص. طب شوفي انت عايزاني اعمل ايه وانا هعمله، شوفي عايزاني اروح اقابل الحاج فين وانا هروح المكان اللي تقولي عليه اقابله فيه. تقابل ابوك في اي حته الا بيت نازك. خلاص اللي تأمريني بيه يا ست الكل هعمله. وطول ما ابراهيم العقاد سايب بيتي وسايبني رجلك ما تخطيش هناك. حاضر حاضر يا اما بقى، ما تزعليش نفسك يا ست الكل. حاضر. ومحسن جوز بنتها تمشي؟ لا كل اللي كده يا اما، ما انا لسه قايلك اللي مشغل الواد ده هو الحاج، والحاج هو الكل في الكل وصاحب كل حاجه وصاحب المصنع، وما تنسيش اللي ماسك المصنع ده هو ابراهيم ابني. بالمناسبه هو الواد ابراهيم ما جاش ليه؟ الواد ده بيروح فين يا اما؟ مش هرد عليك عشان انا زعلانه منك ومش هكلمك كمان. صباح على خير. هشوفك تاني يا هيما؟ طبعا. طب انا كنت عايزه اطلب منك طلب، يا ريت قبل ما تيجي هنا تكلمني في التليفون، اصل ساعات كتير قوي ببقى في الشغل وساعات كمان جوزي بيبقى قاعد على نفسي هنا. طب ممكن اسالك سؤال؟ سؤال صغنطوط صغنطوط قوي. اتفضل يا حبيبي. يا زيزي زيزي لا ده فوق دي قاعده هنا على طول. انت شاي قوي يا واد بتسال ليه؟ بس عايز بعد كده جعان اكل. تعالى يا حبيبي تعالى. على العموم يا سيدي انا مش زعلانه، مع اني كنت فاكره ان انت هتبقى محتاج تشوف حد تاني، بس ما تنساش ان انا اللي عرفتك عليها. يا نهار ابيض والله العظيم انت الخير والبركه، انت الخير والبركه. تعالى يا حبيبي تعالى. ايمن انا مش عايزه اي حد يعرف اللي بيحصل هنا، احسن بقى نزعل منك قوي. لا 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 مفيش اي حاجه تطلع بره اي حاجه، يعني كان مجرد تعارف يعني. ولسه ده احنا الايام الجايه هنعاشر بعض ليل نهار. وهسهرك يا واد يا هيما حته سهر، اسم الله عليك يا حبيبي، حته سهرات عمرك ما كنت تحلم بيها يا واد. بس اهم حاجه ايه؟